مرحبا يا هلا والله. انا زهقت من حياتي وبدي اتغير. هل هذا الموضوع بمشي؟ هل بقدر اجد اتغير؟ انا صار لي سنين على نفس هذا الطبع، صار لي سنين بتعاطى مخدرات، صار لي سنين دائما منكد، صار لي سنين الحياه مسكره بوجهي. هل في امل عن جد اتغير؟ بدنا نحكي عن هذا الموضوع بشكل علمي. شو بيحكي العلم عن موضوع التغيير؟ رقم واحد. رقم اثنين، كم بدنا وقت لحتى نقدر نتغير، اذا اصلا نقدر نتغير؟ للي بتابعني اول مرة، انا اسمي سعد وعملت قبل هيك سلسلة حلقات عن الطريقة اللي قدرت ابطل فيها المخدرات والحبوب. لو حترجع تشوفهم راح تستفيد منها كثير، ممكن تغير لك حياتك لو حاب تبطل ادمان. وياريت تنزل تعمل سبسكرايب في القناة. وخلينا نبدأ في البداية. راح احكي بشكل علمي بحت عن موضوع الدماغ والتغيير. الدماغ هو عبارة عن خلايا عصبية. هاي الخلايا العصبية متشابكة ومترابطة مع بعض، وعشان نقدر نحس احنا باي شعور لازم في نواقل عصبية تمشي في الدماغ. وعشان تمشي في هاي الدماغ لتوصل الرسالة بدها مسارات عصبية تمشي فيها. فبنقدر نشبه الدماغ بمدينة كبيرة، والنواقل العصبية عبارة عن سيارات تنتقل من مكان لمكان لحتى توصل رسالة او توصل مكان جديد حابة تروح عليه. والمسارات العصبية هي عبارة عن الشوارع الموجودة في هاي المدينة، مدينة الدماغ. المسارات العصبية بتنبنى جوا الدماغ بسبب أفعالنا وممارساتنا وحتى أفكارنا والناس برضو اللي بنقابلهم ونتأثر فيهم والبيئة اللي موجودة حوالينا. وإحنا بنقدر دائما نبني مسارات عصبية جديدة، وبنقدر برضو كمان نهدم مسارات عصبية. لو ترجع شوي لورا زمان، من مؤسسين علم النفس دكتور سيغموند فرويد كان ضد هذا الموضوع تماما. كانت نظريته تحكي إنه البني آدم أو الشخص بتأثر باللي أخذه وتشربه بطباعه من عمر 5 إلى 7 سنين. فعليا هو أول 5 إلى 7 سنين أخذ كل إشي من أهله، فهو محكوم بالإشي اللي أخذه من أهله. العلم أجى حاليا أثبت عكس هذا النظرية، أثبت أن الدكتور فرويد نظريته خاطئة، وأنه في لدونة عصبية للدماغ. لدونة عصبية بتعني أنه أنت بتقدر تغير حالك حتى لو كان عمرك 70-80 سنة. كيف هذا التغيير بتم؟ خلينا برضو نحكي عنه بشكل علمي. عشان تقدر تغير حالك، علماء النفس والأعصاب بيحكوا لك لازم انك انت تبني مسارات جديدة في دماغك. بمعنى لازم تعمل عادات وممارسات جديدة في حياتك، وهي العادات والممارسات زي ما شرحنا قبل تبني شوارع مسارات جديدة في مدينة الدماغ، وبتم عن طريقها النواقل العصبية تنتقل جواتها لحتى تحسك بمشاعر جديدة. وبعد ما تبني هاي المسارات العصبية الجديدة، تقدر انت بعد فترة من ممارستك للعادات الجديدة تقدر تلغي المسارات العصبية القديمة وتتخلص منها بكل سهولة. بمعنى انه اذا انت بدك تبطل عادة قديمة، يستحسن انك تبني عادة جديدة جيدة مقابل لإلها، وبعديها تعزز وتقوي المسارات العصبية الجديدة، وتقدر بعد فترة من استمراريتك لهاي المسارات الجديدة انك تبطل المسارات القديمة وتركز بس وتخلي المسارات الجديدة الكويسة اللي انت حاب تظل هي اللي تكون موجودة. لو نيجي نشرحها برضو على طريقة المدينة، بمعنى انت لو في عندك شارع مزدحم وفيه ترافيك، بتقدر انك انت تبني شارع جديد. ولكن عبين ما تبني هذا الشارع جديد، ما بتقدر تسكر الشارع القديم، بدك تعمل تحويل صغيرة وتظل هالحركة مستمرة لحتى برضو تظل الأمور ماشية. وهذا نفس الاشي في دماغك، انت ما راح تقدر تهدم المسار القديم غير بمسار جديد عبين ما تبنيه وتعززه وتقوي وتصير السيارات تنتقل فيه، واكيد راح تفضل هي المكان او الشارع او المسار العصبي المش مزدحم. وبعدين دماغك راح يبلش يحس بالاحاسيس الجديدة اللي انت حبيته يحس فيها بالعادة الجديدة اللي عملتها. فالتغيير تم عن طريق الغاء المسارات العصبية القديمة مزبوط، ولكن في البداية بنينا مسارات عصبية جديدة موازية لهاي القديمة وحاولنا نركز ونقويها، وبعدين تخلصنا من القديم. إذا بتلاحظ أنا طريقتي دائما اللي بشرح عنها كيف ممكن تبطل المخدرات، أنت بدك في البداية وأنت قاعد تتعاطى أقل دوز أنت فيه عندك مسارات عصبية قديمة وعندك النواقل العصبية كلها زي الدوبامين والسيروتونين مبنية على المخدرات والسبستانس اللي أنت قاعد تأخذها. فانت ما راح تقدر تبطل مرة واحدة وتوقف سير النواقل العصبية، بدك تبني وانت قاعد تتعاطى دوزك الخفيف اليومي اللي بيخليك تكون طبيعي، تبني مسارات جديدة عن طريق العادات اللي حكيت عنها، الرياضة، الاكل الصحي، وبرضو مواجهة المخاوف، وتبلش تشتغل على حالك، تشتغل على كارير تبعك، او تشوف المخاوف اللي عندك والمشاكل تواجهها،
وتحاول تتقرب بالناس اللي بتحبهم، هذا كله راح يبني لك مسارات عصبية جديدة بجانب مسارات العصبية القديمة تبعت التعاطي. بعدين راح تقوي هاي المسارات العصبية، وبعد فترة من تقويتك لإلها راح تلغي المسارات العصبية القديمة وتنهي موضوع المخدرات. هذا الاشي بفرجيك ليش في ناس كثير بتحاول تترك المخدرات، المسارات العصبية القديمة، وبدون ما تبني مسارات عصبية جديدة، لا برياضة ولا بلايف ستايل هيلثي ولا بعادات كويسة، وبالتالي معظم الأحيان ترجع تنتكس وترجع تتعاطى، ترجع للمسار العصبي القديم. لأنه زي ما حكينا ما في تحويلة تمشي فيها السيارات، ما في مسار عصبي تمشي فيه النواقل العصبية في الدماغ، فأكيد جدا راح تضطر ترجع لآخر مسارات عصبية موجودة عندها واللي هي كانت عن طريق المخدرات، وهذا اللي بيسوي لك موضوع الكريفينج ويخليك تنتكس دائما دائما. فلو حبيت ترجع لطريقتي وتجربها، هي قائمة على هاي النظرية العلمية، وحاليا علماء النفس والأحزاب عم بيركزوا على هذا الموضوع عن طريق التغيير ببناء عادات جديدة وتقويتها وإلغاء العادات القديمة. نيجي هون للجزء الثاني من الحلقة، كم بدنا وقت لحتى نتغير ونصير في أحسن حال أو نصير سعيدين مبسوطين؟ أكيد أنت لما تبطل مخدرات أو أنت كشخص طبيعي حاب تغير عاداتك، ما بتصدق على الله، بتستنى اليوم اللي تصير فيه تمام وتصير تحس بالمشاعر الحلوة اللي أنت أصلا قررت تغير عشانها. فكم بدك وقت عشان توصل هذا الموضوع؟ خلينا نحكي برضو بشكل علمي، رح نرجع لعلماء النفس والأعصاب ونسألهم كم بدنا وقت عشان نتغير. رح يحكولك بالتفصيل في عندك ثلاث مراحل للتغيير مبنيين على مسألة الوقت. بمعنى أول مرحلة هي مرحلة المود أو بالعربي المزاج، هاي طبعا أنت مسؤول عنها شخصيا لأنك أنت بتقدر تغير مزاجك ومودك. معظم الناس تفكر لا أنا ما بقدر أغير مزاجي، بس هو بالفعل تقدر أنت تبني عادات وممارسات جديدة وتغير ممارسات قديمة بسيطة جدا، جزيئات في الحياة. بمعنى مثلا ممكن تبلش تركض في اليوم 10 دقائق، ممكن تبلش تقرأ في اليوم 10 دقائق، ممكن تبلش تتابع ناس جداد على السوشيال ميديا بيعطوك بوزيتيف انرجي، بيعطوك طاقة إيجابية، ممكن تبلش تأخذ كولد شاور بارد كل يوم الصبح، ممكن تبلش تحاول تصالح الناس اللي انت بتحبهم وزعلانين منك، ممكن تبلش تطور بمهنتك ولو كل يوم 10 دقائق ربع ساعة. كل اشي في حياتك عبارة عن عادات بسيطة تعملها إيجابية بتقدر تحسن لك مودك. فأنت بالتزامك للعادات البسيطة بتقدر تخلي مودك من ساعة يصير حلو. معظم الأحيان احنا نعرف انه والله اليوم مودي حلو، حتى مش بس ساعة حلوة، تقدر تخلي مودك اليومي حلو وتسحبه وتلتزم في هذا المود وهاي العادات البسيطة اللي بتعملها لشهر كامل، وبالتالي بيصير طابعك حلو. هذا هو الجزء الثاني، الطابع التمبرمنت. التمبرمنت هو الطابع بعد ما يمتد المود لمدة شهر، بتسمى تمبرمنت او بتسمى طابع، فبصير الموضوع اوتوماتيكلي تعمله. الحلو في الموضوع بعد شهر ممارستك لهذا المود وبعد ما يصير طابع، بتصير انت اصلا اذا بطلت تعمل العادات الحلوه اللي بتعملها او الكويسه تحس بشعور سيء، فبصير عندك التزام اسهل. يعني مجرد ما سديت حالك التزمت اول اسبوع، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع، وصار عندك شهر اتطبعت بهذا المود، انت حاليا في مرحلة اسهل بكثير انك تقدر تنتقل لاشهر كمان وكمان لما توصل لسنة. لما توصل لسنة راح توصل للمرحلة الثالثة، وهي لمرحلة السمات الشخصية البيرسوناليتي تريتس. راح تصير الطابع اللي انت اخذته الجديد راح يصير سمة شخصية منك. الاعجب من هيك كمان بيحكوا لك علماء النفس والاعصاب انه بعد سنة لما تصير هذا الطابع سمة شخصية عندك، راح تقدر كمان تغير جيناتك في الدي ان اي. انت بتخيل كيف انه عادات بسيطة بتعملها مدة كم من دقيقة في اليوم ممكن توصلك لشهر، تصير طابع بمكانة مود وتمتد بعديها لالتزام سنة، ويصير هذا من سماتك الشخصية، وتغير حتى الجينات. يعني انت تقدر تغير جيناتك الملموسة، وانت هيك كمان فت اجيال اللي جاي من بعدك. اذا طبعا بدك تشرفنا باجيال واولاد وبنات حلوين، راح تنقول لهم هاي الجينات الحلوة اللي انت اكتسبتها جديد. مش قادر اعبر لك اوصف لك قديش هذا الموضوع غير في حياتي. عادات بسيطة لعدة دقائق يومية ممكن عن جد تغير حياتك للأبد، وتغير برضو حياة أولادك وأحفادك كمان. يعني بتغير لك أم الجينات، أولادك وأحفادك يطلعوا زي الفل. إذا مش حاب تعمل هذا الموضوع عشانك، اعمله على الأقل عشان أولادك، اعمله على الأقل عشان أحفادك اللي راح يدعو لك بالخير. بعرف مدمن المخدرات ممكن موضوع عليه أصعب شوي، عشان هيك إحنا دخلنا موضوع الانتنس ووركاوت، وحافظنا بنفس الوقت على كمية تعاطي بسيطة في الطريقة اللي أنا حكيت عنها عشان يقدر يمشي يومه وأصلا يقوم بهاي العادات البسيطة اللي قاعد بحكي عنها. لأنه مدمن المخدرات بعد ما يبطل المخدرات ما بيكون له نفس يقوم الفرشة ولا يعمل أي إشي. فالحل البسيط كان أو الترك البسيط كان في الطريقة إنك تتعاطى دوز خفيف
اقل دوز بتقدر تمشي فيه يومك واحتياجك وتكون طبيعي لحتى تمارس هاي العادات وتبني مسارات جديدة وتصير هاي من مود لطابع ومن طابع لسمة شخصية وتغير كل حياة. الامل موجود وبتقدر تبدأ من اليوم تستخدم طريقتي وتستخدم برضو الشكل العلمي اللي شرحت لك اياه كيف انه هو بزبط على كل حدا مش بس عليك انت كمدمن مخدرات برضو على اي شخص طبيعي حاب يتجربه بس انت اكثر واحد تحتاجه حاليا واكثر واحد تحتاج الموضوع بشكل علمي وعندك برضو اذا حاب موضوع تجربة هي انا قدامك شخص كان مدمن 8 سنين على المخدرات وقدرت الحمد لله اني اطلع منها والطريقة اللي انا شرحتها ممكن تستخدمها وتستفيد منها ما في شيء بوقفك غير حالك زي ما بيحكي المثل ما في حدا عدو للبني آدم غير البني آدم نفسه وأنا شخصيا عندي قاعدة يمشي عليها في الحياة بحكي لك لا شيء يتغير حتى تتغير أنت أنت بتقدر تقوم حاليا وتبلش في عادات بسيطة تغير فيها أمور حياتك كاملة وعصابك ودماغك وجيناتك كمان لو محتاج أي شيء مني تقدر تواصل معي على طريق الواتساب أو الإنستغرام تعمل لي فولو هناك وإن شاء الله راح أقدر أساعدك وأسمع لك وأجاوبك بالأشياء اللي بعرفها من خبرتي وأوقف جنبك وأسمع لك كصديق وكأخ وكواحد مر بتجربتك وفاهم عليك وحاسس فيك شكرا متابعتكم لإلي ياريت تنزل تعمل سبسكرايب في القناة إذا مش عامل سبسكرايب بعدك ونشوفك على خير سلام